ست ايمان زعلانه ابنها احمد ما بيصليش، ننصح ونكرر برفق، هو كبير 30 سنه وما فيش مانع لما يكون عندك تقولي له قوم يا ابني تعالى نصلي، تعالى صلي بيا الظهر، تعالى صلي بيا العصر جماعه، وانت ادعي له كأم لان دعاء الام مجاب، فتدعي له ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. عشان كده القران علمنا انه الانسان بيحتاج دائما الى الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، وربنا مش امرنا بالاستعانه وسبنا، ده امرنا بالاستعانه ووجهنا في القران الكريم انا محتاج استعانه بدعاء معين في الحال الفلاني، تجد الدعاء اللي يناسب الحاله دي. ان اولادي يكونوا صالحين، تجد الدعاء المناسب لده. ان اولادي يكونوا من اهل الذكر والصلاه، تجد الدعاء المناسب لده، سواء في الوحي القران الكريم والسنه النبويه المطهره. انا الح في الدعاء ويكون عندي يقين في الله سبحانه وتعالى انه لا يخيب الرجاء ولا يرد الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مع النصيحة من وقت للتاني، وربنا إن شاء الله يرزقك يجب الدعوة دي وتكوني وذريتك من المقيمين الصلاة. اللهم أمين أجمعين.